بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الخاصة في بيتنا مدرسة، وهي خاصة بمادة التخصص، هي مادة الرسم الفني. إن شاء الله النهاردة معادنا مع حلقة جديدة بدرس جديد، وهنبدأ فيه إن شاء الله هناخد فيها طريقة رسم الكورساج الحريمي، وهنعرف مع بعض ايه الخطوات اللي انا محتاجها علشان اخد القياسات، الخطوات الاساسيه لرسم الابعاد الخاصه بالبطرون نفسه، وايه هي نوعيات القياسات الخاصه بالجسم اللي انا محتاجها علشان ارسم البطرون الخاص بالكورساج الحريمي. هنبدأ كده نراجع مراجعة سريعة. احنا في حلقتنا اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الشروط الواجب توفرها في أبعاد جسم المرأة، وإيه هي القياسات وطريقة أخذ القياسات الخاصة بجسم المرأة، وإيه هي معنى كلمة المقاس، وإيه المقصود بالجداول القياسية، وعرفنا في منها نوعيات مختلفة بأرقام أو مقاسات معينة، سواء كان سمول ميديوم لارج 34 36 6 8 10 أو 8 10 12 وهكذا، وعرفنا أن كل واحد منهم مرتبط بدولة معينة بناء على قياسات عدد كبير من أجسام المرأة، وخدنا المتوسط بتاع قياس كل بعد من أبعاد الجسم وحطيناها في الجدول، وده بيبقى مرتبط بالمرأة في دولة معينة أو دولة بعينها. عرفنا إيه السبب إن إحنا محتاجينه، إن إحنا محتاجينه علشان خاطر لما نيجي نصدر المنتج بتاعنا من هنا للدولة دي، طبيعي إحنا لازم بنصدره لها بناء على قياسات أجسام الجسم الخاص بالمرأة في الدولة دي، فأنا مش هعملها بقياسات احنا هنا، لا انا هعملها بقياساتهم هم عشان هم اللي هيلبسوها. عرفنا ان في اغلب الاحيان مصانع الملابس الجاهزه بتعتمد على الجداول القياسيه اللي هي بتتقسم معايا على حسب طول جسم المراه، وعرفنا ان في منها القصير وفي منها المتوسط وفي منها الطويل، وعرفنا ان المقاسات اللي بتبقى موجوده جوه في قلب الجدول بتترتب معايا ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، غالبا بتكون بنسبه معينه، وبرضو عرفنا النوعيات أجسام مختلفة كتير. هنبدأ إن شاء الله مع بعض النهاردة في أولى خطوات طريقة رسم الكورساج الحريمي. ومبدئيا كده محتاجين نعرف يعني إيه كلمة كورساج. الكورساج هو المقصود به الجزء العلوي من الجسم اللي هو بيبدأ معايا من أول منطقة الرقبة للجذع كله اللي هو لحد منطقة الوسط أو الأرداف، الأصح اللي هي منطقة الأرداف، تمام؟ يبقى المقصود بالكورساج هو الجزء اللي بيغطي معايا منطقة الجذع كاملة اللي هي من الرقبة لحد الوسط أو الأرداف، بعيدا عن الذراعين والأرجل، احنا بنتكلم على الجزء ده فقط، فدي معناها كلمة كورساج، تمام؟ نشوف مع بعض كده طريقة رسم النموذج الأساسي للكورساج الحريمي. ده الشكل اللي احنا هنوصل له في النهاية. الشكل ده متقسم معايا لنصين، النص اللي على الشمال ده الخاص بالجزء الخلفي للجسم، والجزء اللي على اليمين ده الجزء الخاص بمنطقة الأمام أو الصدر. ولو تاخدوا بالكم في هنا عندي سبعة كبيرة أهي، المسافة دي بنسميها بنسة الصدر، تمام؟ ودي اللي بتساعدني، هنشوف بعد كده ان شاء الله، بتساعدني وهي اللي بتديني ارتفاع او بروز منطقة الصدر اللي هو ما يميز جسم المرأة. وفي عندي بنسة تانية في كتف الخلف زي ما انتوا شايفينها هم معايا على الشمال، دي بنسة صغيرة برضو، دي بتديني نسبة من البروز في منطقة الخلف، ودي بتفيدني بان احنا في موجود في الجسم في ارتفاع موجود في الخلف ورا، وده نتيجة لوجود عظمة اللوح، فبيديني نسبة من الارتفاع او بروز صغير، فاحنا على اساسه عملنا له بنسة صغيرة. وهي شكلها زي ما انتوا شايفين معانا بتختلف حجم البنسة او حجم وطول البنسة في نفس الوقت عن حجم وطول بنسة الصدر، لان الارتفاع اللي موجود عندي في منطقة الخلف غير الارتفاع اللي موجود في منطقة الامام الخاص بجسم المرأة. نبدأ مع بعض كده ونشوف القياسات اللي انا محتاج اخدها واقيسها. مبدئيا هنبدأ بالمحيطات، عندي محيط الرقبة، عندي محيط الصدر، محيط الأرداف،
يبقى رقبة، صدر، أرداف. ممكن أضيف لهم برضو محيط الوسط أو القصر زي ما احنا متفقين، في حالة لو أنا هبقى محتاج بعد كده أعمل عملية تقسيم أو تضييق في منطقة الوسط. تمام، هبقى برضو محتاج مجموعة من الأطوال اللي احنا كنا عرفنا ازاي نقيسها برضو قبل كده، كان طول الكتف، طول الظهر، طول الجنب. برضو محتاجين نعرف عمق الإبط، يعني هعمل حردة الإبط على بعد قد ايه. برضو عايزة مجموعة من العروض هي عرض الصدر وعرض الظهر، وعرفنا ان في فرق بين الصدر وبين عرض الظهر، وبرضو في فرق بين عرض الصدر ومحيط الصدر. في كمان عندي حجم بنسة الصدر، ودي اللي بتديني الارتفاع او بروز منطقة الصدر في الامام. تمام، بناء على القياسات اللي احنا قسناها للمرأة اللي قدامي اللي هرسم لها الباترون الخاص بالكورساج، محيط الرقبة 40.4، محيط الصدر 102، محيط الأرداف 107، طول الكتف 13 وملي، طول الظهر 41.5، طول الجنب 21.5، عمق الإبط 22.5، عرض الصدر 36.5، عرض الظهر 37.8، وأخيرا حجم بنسة الصدر هي 8.8. طيب القياسات اللي احنا اخدناها دي علشان خاطر هرسم الكورساج هتفيدني في ايه؟ هنبدأ مع بعض كده بأول حاجة الخطوات الأساسية للكورساج. مبدئيا كده انا محتاجة اعرف من حضراتكم، احنا دايما متعودين لما باجي ارسم الباترون او النموذج بتاعنا بنبدأ ناخد القياسات الخاصة بالجسم اللي انا هرسم له الباترون، وفي حاجة انا لما باجي ارسم الباترون برسم الباترون كامل ولا برسمه خاص بنص بس من الجسم؟ يبقى انا سامعاكم بتقولوا لا ده احنا اخدناها في سنة اولى في الملابس الحريمي، واخدناها في سنة تانية سواء كان اطفال او رجال، احنا اخدناها لنص الجسم فقط. يعني ايه نص الجسم فقط للناس اللي ناسية معانا؟ نفكرهم، معناها ان انا باخد الجزئية الخاصة بالامام نص الامام فقط مع نص الخلف فقط. يبقى في الحالة دي انا لما هاجي اخد الدوران كامل وليكن محيط الصدر كامل، انا طبيعي علشان خاطر ارسم الباترون باخد نص محيط الصدر. طب ليه باخد نص محيط الصدر؟ لان احنا اتفقنا هاخد نص الجسم بس. لما طب هيفيدني في ايه انا لما باجي بعد كده اخد الباترون ده وبحطه على القماش؟ بعمله على قماش طبقتين. تمام، فلما هاجي هقص طبيعي هيطلع لي اليمين والشمال، ده في حالة لو انا بقص قص فردي، يعني بعمل منتج لقطعة واحدة. طيب في حالة لو انا بعمل الباترون بتاعي خاص بالمصانع، في المصانع دايما بتبقى الفرشة او فردة القماش بتكون طبقة واحدة ما بتكونش طبقتين. طب في الحالة دي انا محتاج ايه؟ محتاجة ورقة خاصة بالجزء اليمين ومحتاجة ورقة خاصة بالجزء الشمال. طيب انا كده ايه هرسم الباترون كامل؟ لا، بقول له برضو انا هرسم على اساس زي ما انا متعودة اللي هو على النص دايما المحيطات، وبعد كده انا بشف منها لكن ما بتعبش نفسي وهبرسم بالمحيط كامل. خلاص كده متفقين؟ يبقى مبدئيا اي محيطات انا بقسمها على اتنين، خصوصا اللي هي خاصة بعروض الجسم، يعني محيط الصدر ومحيط الأرداف ومحيط الوسط بيبقى النص، واتفقنا لان انا في نص جسمي بس لان يميني زي شمالي، فانا خلاص مش محتاج، يبقى هرسم لنص واحد بس من الجسم وطبيعي هيطلع الناحية التانية او الجزء التاني شبهه بالظبط. طيب دي اول جزئية عرفناها. طيب في جزئية تانية احنا برضو كنا متعودين بنعملها دايما، مقياس رسم. انا برسم دايما الباترون بتاعي بمقياس رسم. يعني ايه مقياس رسم؟ انا لو انا هرسم الباترون الخاص بالكورساج الحريمي يعني بالحجم الطبيعي ده هينفع يتحط معايا في السكتش بتاعنا او هينفع بعد كده يتحط معايا في ورقة الامتحان؟ طبعا لا، الجسم ده استحالة يتحط معايا في قلب الورقة، يبقى انا بعمل له عملية تصغير. تصغير ده اللي احنا بنقول عليها بمقياس رسم. طيب احنا شفنا السنة اللي فاتت في الملابس الاطفال احنا مقياس الرسم بتاعنا بنبقى دايما على اتنين، من واحد لاتنين، يبقى اي مقاس وليكن لو انا قلت لحضرتك نص محيط الصدر زائد 2.5 بتطلع لي الناتج بتاع ده، وبعد كده تقسمه لي على الاتنين، الاتنين التانية دي بتاعت مقياس الرسم، ده في الاطفال. طيب في الحريمي في سنة اولى وفي الرجال في سنة تانية الترم التاني كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد مقياس الرسم 4.25، يعني وليكن هنقول نص محيط الصدر زائد 5، انا طلعت الناتج بتاعهم كلهم والناتج النهائي بقسمه على 4.
تمام. اللي على الاربعه النهائي دي بتاعه القانون، لا احنا دي قلنا الاربعه النهائيه دي بتاعه مقياس الرسم، اللي هي اللي انا بصغر بيها الرسمه بتاعتي عشان اقدر احطها في قلب السكتش بتاعي او في قلب ورقه الامتحان. خلاص كده يبقى احنا متفقين، انا لما باجي على نقطتين اتفقنا. اول جزئيه ان انا لما باجي ارسم الباترون بتاعي برسم لنص جسم فقط، تمام، ما برسمش للاتنين مع بعض لان يميني زي شمالي، فطبيعي خلاص انا باخد نص المحيطات. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه احنا اتفقنا لما بنيجي نرسم بمقياس رسم في الملابس الحريمي هنشتغل بربع مقاس، يعني اي ناتج بتاعي في نهايه القانون بقسمه على اربعه علشان اعمل عمليه تصغير للرسمه بتاعتي. تمام كده متفقين؟ نبدا مع بعض الخطوات. اول حاجه بيقول لي هنضع نقطه صفر ونرسم منها، يرسم خط عمودي واخر افقي جهة اليمين بدون قياس. نشوف كده مع بعض الرسمة بتاعتي عشان انا مش واخد بالي. اديني حطيت نقطة صفر اهي على الشمال الرسمة بتاعتي، نقطة صفر، نزلت منها خط عمودي لأسفل وخط افقي جهة اليمين اهو بدون قياس. انا لسه ما اخدتش لا مقاس الطويل ولا القياس العرضي، يبقى حطيت دي اهم نقطة عندي، نقطة صفر نزلت منها خط عمودي لأسفل وخط افقي جهة اليمين بدون قياس، يعني ما حددتش المقاس بتاعه لسه. تمام، دي اول خطوة. الخطوة التانية بيقول لي من صفر لواحد قد ايه؟ القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي 1.5 سنتي لأسفل. طب يعني كده هو مريحني وقايل لي بدون قانون ولا اي حاجة انت انزل لي المسافة دي 1.5. طيب 1.5 ده بيختلف من قياس لقياس؟ لا، في اجسام المرأة كلها لما نيجي نرسم لها الكورساج بتاعها هننزل المسافة دي ثابتة معايا 1.5 سنتي. طيب 1.5 سنتي ده بالمقاس الطبيعي لو تفتكروا احنا قلنا هنعمل بمقياس رسم، مقياس رسم اللي هو على 4، يبقى 1.5 على 4 هيديني 4 ملي، اللي هي الاربعة من عشرة اللي هي الاربع شرط على المسطرة. تمام، نشوف كده مع بعض. اديني اهو نزلت، ادي نقطة الصفر، نزلت لتحت 1.5 بالمقاس الطبيعي، 4 من 10 بمقياس الرسم بتاعي، وسميتها رقم 1 وشديت منها خط بالعرض كده بدون مقاس. تمام كده، يبقى كل اللي انا عملته نقطة الصفر نزلت منها خط عمودي الأسفل وخط أفقي بدون قياس، وبعد كده الخطوة التانية نزلت من صفر لواحد 1.5 سنتي لأسفل، ده بالمقاس الطبيعي. طب بمقياس الرسم لما هقسمه على 4 هيديني 4 من 10 اللي هي 4 شرط على المسطرة، وحطيت نقطة 1 وشديت منها خط أفقي كده صغير بدون قياس. تمام، نيجي للخطوة اللي بعديها. بيقول لي من نقطة 1، يعني لما تيجي تحط الصفر بتاع المسطرة بتاعك حطه من نقطة 1، انسى نقطة صفر شوية. بيقول لي من واحد لاتنين، القانون بيقول لي ايه؟ عمق الإبط زائد 0.5 سنتي. طيب عمق الإبط ده في القياسات اللي احنا كنا خدناها في الأول كان كام؟ كان 22.5. تمام، زائد 0.5 سنتي، أي زيادة بنضيفها جنب القانون الأساسي أو جنب القياس الأساسي بيكون للراحة. يبقى 0.5 سنتي ده موجود للراحة، عشان كده احنا اتفقنا لما جينا قلنا في شروط أخذ القياسات حضرتك لما تيجي تقيس لا تقيس مشدود ولا تقيس مرتخي، لأن احنا طبيعي في إضافات بنزودها دي بيكون للراحة، هي زي ما هي موجودة قدامنا كده. قال لي عمق الإبط اللي حضرتك قيستيه وضيفي عليه 0.5 سنتي، 0.5 سنتي ده للراحة. يبقى عمق الإبط في القياسات كان 22.5 زائد 0.5 اداني 23 سنتي. طب 23 سنتي ده بالمقاس الطبيعي، بمقياس الرسم يعني هقسم على 4 اداني كام؟ 5.8 من 10، يعني 5 سنتي و8 شرط بعديها او قبل الستة على المسطرة بشرطتين. تمام كده، طب نشوف هنعملها منين. اهو بصوا حضراتكم كده، قال لي من نقطة 1، يعني قيسي من 1، قست من 1 لأسفل القياس اللي احنا قلنا عليه اللي هو كان 5.8 سنتي اللي هو كان عمق الإبط زائد 0.5 سنتي، وشديت منه خط بالعرض بدون قياس. تمام كده مع بعض. يبقى كان الأول حطيت الصفر ونزلت منه خط عمودي وخط أفقي لليمين بدون قياس، بعد كده نزلت من صفر لواحد
1.5 سنتي اللي هو عمل معايا بمقياس الرسم 4/10، بعد كده قست من نقطة 1 اللي انا لسه حطاها دي لأسفل، هو عمق الابط زائد النص سنتي بتاع الراحة، اداني 23 سنتي. بمقياس الرسم اداني 5.8، وشديت منها خط افقي بالعرض كده جهة اليمين بدون قياس. نكمل اللي بعده. جه بعد كده راح قايل لي من نقطة 1 برضو، اهو قال لي من نقطة 1، انسي نقطة 0 شوية، من نقطة 1 لـ5 قيسيلي طول الظهر. هنا لا زود حاجة ولا قال لي ضيفي عليها حاجة، هو عايز طول الظهر بس اللي انا اخدته في القياس. طول الظهر اللي هو احنا قسناه ساعتها كان من عظمة الرقبة الموجودة في الخلف لحد منطقة الوسط او الخصر كان 41.5. طيب هحطه زي ما هو؟ لا، ده بالمقاس الطبيعي، ما تنسيش مقياس الرسم، ما ننساش مع بعض مقياس الرسم. ايوه سامعاكم بتقولوا احنا ما قسمناش على 4، اهو لما قسمت على الـ4 اللي هو المقياس بتاعي 41.5 على الـ4 اداني 10 سنتي و4 من 10 اللي هي 10 سنتي على المسطره، وبعديها 4 شرط صغيره اللي هي الـ4 ملي. تمام، نشوف كده مع بعض. قال لي اهو من نقطه 1، نسينا 0، احنا بنقيس من 1 لـ5 لاسفل اهو اللي هو طول الظهر بتاعي، وشديت برضو منها خط افقي بدون قياس. الخطوه اللي بعديها من نقطه 5، من نقطه 5 اللي احنا لسه حاطينها حالا، قال لي من 5 لـ7 عايزين الطول من الخصر للارداف. الطول من الخصر للارداف ده احنا كنا بنقول عليه مسمى تاني، احنا اتفقنا الخصر اللي هو الوسط، من الخصر للارداف كنا بنقول عليه مسمى تاني اللي هو طول الجنب، صح كده؟ طول الجنب، الناس ما تتلخبطش، هي طول الجنب بنقيسه من فين لفين. في طريقة القياس كنا بنحط المزورة عند الوسط وبنقيس لما يوازي خط الأرداف أو العضماية اللي موجودة في الجنب عندي، هي نفس الفكرة، طول من الخصر للأرداف اللي هو طول الجنب. طيب طول الجنب في المقاسات كنا واخدينه كام؟ كان 21.5. طب بمقياس الرسم ما ننساش هقسم على الـ4 اللي هو طلع معايا 5 سنتي و4 من 10، 5 سنتي و4 من 10 ده بعد مقياس الرسم. هقيسه من فين؟ قال لي من نقطة 5 اللي حضرتك كنت لسه حاطاها. نشوف مع بعض كده، اهو اهي من نقطة 5 اللي احنا كنا نزلناها لطول الظهر، من نقطة 5 نزلت تحتيها اللي هي الطول من الخصر للأرداف اللي هو كان طول الجنب، وسميتها نقطة 7 وشديت منها خط بالعرض بدون قياس. يبقى تاني كده نعيد سريعا مع بعض، احنا عملنا ايه؟ حطيت نقطة 0 موجودة عندي على الشمال، نزلت منها خط عمودي بدون قياس وخط أفقي جهة اليمين بدون قياس، بعد كده نزلت من 0 لـ1 قال لي ده رقم ثابت معايا مقداره 1.5 سنتي، حضرتك بقى بعد كده هتعوض لما تعمل بمقياس الرسم. جه بعد كده قال لي من 1 لـ2 القانون بتاعي بيقول لي عمق الإبط زائد نص سنتي، واتفقنا إن الزيادة دي بتكون للراحة. جه بعد كده قال لي برضو هنقيس من 1 لـ5 ده كان طول الظهر، وشدينا برضو منها خط أفقي بدون قياس. جينا بعد كده وقال لي من نقطة 5 اللي حضرتك واخداها دي هنقيس لأسفل الطول من الخصر للأرداف اللي هو طول الجنب زي ما احنا متفقين، وشدينا منها خط أفقي بدون قياس. تمام، هنيجي بعد كده لخطوة جديدة معايا وهي من 1 لـ10، وده بيقول لي خمس عمق الإبط ناقص 7 من 10، خمس عمق الإبط ناقص 7 من 10. عمق الإبط في القياسات احنا كنا واخدينه كام؟ عايزين نعوض بالأرقام، عمق الإبط كان 22.5، خمسه يعني هقسم على الـ5، يبقى 22.5 على الـ5، الناتج اللي يطلع منها هطرح منه 7 من 10، هطرح منه 7 من 10، اداني 3.8 من 10، 3 سنتي و8 شرط اللي هي 3 سنتي و8 ملي. طيب هيفتكر حد وانا سمع حد بيقول لي ما تنسيش مقياس الرسم، هنقسم على الـ4 اللي هو اداني 1 سنتي، يبقى من 1 لـ10 خمس عمق الإبط ناقص 7 من 10. عايزه برضو اكد على حضراتكم، احنا لما بنيجي نشتغل اهم حاجة عندي بحفظ القانون بتاعي، بحفظ القانون اللي هو زي ما قدام حضراتكم كده، المسافة دي انا بنزلها 5 عمق الإبط ناقص 7 من 10، مش بيهمني ان انا احفظ الرقم النهائي،
لا ده ما يهمنيش خالص، لان انا ابقى مستعد دايما في الامتحان ان هو ممكن يجيب لي ارقام تانية خالص، اللي هي القياسات او الابعاد اللي احنا اتكلمنا عليها الخاصة بالجسم، سواء محيط الرقبة، الصدر، الوسط وهكذا، جاب لي ارقام تانية خالص. يبقى انا في الحالة دي انا حافظ القانون، هعوض بالرقم الجديد اللي هو مديهوني، لكن انا مش المفروض ان انا احفظ الرقم النهائي ده. خلاص كده متفقين؟ يعني احنا هنا شغالين على قياسات معينه، جه في امتحان الشهر بتاعي او جه في امتحان اخر السنه بتاعي واداني ارقام تانية ما اعرفش احلها، لا انا طول ما انا حافظ القانون ده اهم جزئيه عندي، اعوض مكانها باي رقم بقى مش هتفرق معايا. خلاص كده ناكد مع بعض تاني، المطلوب حفظ القوانين وليس الرقم النهائي الخاص بالناتج او بالمرحله دي. تمام كده متفقين؟ علشان لما يتغير معانا الارقام باي شكل من الاشكال في امتحان الشهر او في اخر السنه، يبقى انا مش فارق معايا الرقم ده ايه، انا حافظه القانون، يبقى هعوض مكانه بالارقام. تمام كده متفقين؟ نبقى نكمل مع بعض تاني. خمس عمق الابط ناقص 7/10 في القياسات اللي كانت عندي زي ما اتفقنا 22.5 على الخمسه، الناتج اللي يطلع طرحت منه 7/10 اداني 3.8 بمقياس الرسم اداني 1 سنتي. نشوف كده ادي اهو، بنقيس مع بعض من 1 لأسفل اللي هي من 1 لـ10 زي ما احنا متفقين، وشديت منها خط افقي بدون قياس. تمام كده متفقين؟ هاجي بعد كده عندي بيقول لي من نقطة 2 لنقطة 3 اللي هي نص محيط الصدر زائد 5 سنتي، نص محيط الصدر زائد 5 سنتي، واتفقنا ان هو قايل لي نص محيط الصدر لان احنا بناخد نص الجسم. خلاص طب والخمسة سنتي دول بتوع ايه؟ بتوع مقدار الراحة اللي احنا اتفقنا عليهم الخاصة بالنفس، عشان لما اجي البس المنتج بتاعي ما يبقاش ضيق عليا او الخياطة بتاعته تفك مني وانا مش واخدة بالي. تمام، يبقى نص محيط الصدر زائد 5 سنتي اللي هم الخاصين بالراحة. طيب محيط الصدر عندي في القياسات اللي كنا واخدينها كان كام؟ كان 102، نصه يبقى هقسم على الاتنين، يبقى 102 على الاتنين زائد الناتج اللي يطلع ازود عليه 5 سنتي اداني 56 سنتي، ده بالمقاس الطبيعي. طيب بمقياس الرسم اما اجي اقسم على الاربعة اللي هو اداني 14 سنتي، يبقى انا محتاجة اقيس من نقطة 2 ناحية اليمين اهو، نقطة 2 اهي لليمين، هقيس اللي هو نص محيط الصدر زائد 5 سنتي بمقياس الرسم اداني 14 سنتي، وحطيت نقطة 3، يبقى من 2 لـ3 جهة اليمين حطيت 14 سنتي. تمام، وبعد كده المفروض ان انا هطلع وهنزل في خط مستقيم بحيث ان هو يقفل لي المستطيل بتاعي، وتبقى دي حدود الكورساج بتاعي في العرض وفي الطول. بدأناه من اول الرقبة ونهيناه عند خط الارداف، وكده ده بالعرض بتاعي هيبقى نص الصدر زائد مقدار الراحة بتاعه. هاجي بعد كده هنشوف مع بعض من نقطة 7 لـ8 اللي هي الخاصة بمنطقة الارداف، هنشوف كده بالقانون بيقول لي نص محيط الارداف زائد 2.5 سنتي، الـ2.5 سنتي دول زي ما احنا متفقين هيكونوا للراحة. طيب محيط الارداف عندي في القياسات اللي كنا واخدينها كان كام؟ كان 107، 107 انا عايز اخد كله ولا نصه؟ اهو بيقول لي في القانون نص محيط الارداف، يبقى هقسمه على الاتنين عشان يديني نصه، الناتج اللي يطلع هزود عليه 2.5 سنتي اللي هم الخاصين بالراحة اداني 56 سنتي، برضو نفس الحكاية الخاصة بمنطقة الصدر، فبربع مقاس او بمقياس الرسم بتاعي اداني 14 سنتي. هنيجي نشوف ادي اهو من نقطة 7 لنقطة 8 شديت اللي هم الـ14 سنتي وقفلت المستطيل بتاعي. خلاص كده قفلت المستطيل بتاعي، والنقطة الأخيرة اللي هي كانت قدام 0 خليتها رقم 4، يبقى أنا كده كل الأرقام عندي موجودة، واللي قدام نقطة 5 خليتها 6. تمام كده، يبقى أنا قفلت حدود المستطيل بتاعي زي ما احنا متفقين. طب انتوا لو تاخدوا بالكوا ده كده منطقة الأرداف نفس عرض منطقة الصدر، هنيجي ان شاء الله بعد كده لما هنكمل في المقرر بتاعنا هيبقى عندي حاجة اسمها فروق الجناب. يعني ايه فروق الجناب؟ يعني احيانا في نوعيات الاجسام تبقى في اجسام منطقة الارداف بتاعتها اكبر من منطقة الصدر، يعني الصدر بيبقى اقل من الارداف،
ففي الحالة دي هنلاقي ان في زيادات هتحصل، هنشوفها مع بعض هزود منطقة الارداف ازاي. في برضو نوعيات تانية من الاجسام بتبقى منطقة الارداف اقل من منطقة الصدر، فهنشوف برضو ساعتها هقلل منطقة الارداف ازاي. لكن احنا الحالة اللي قدامنا او القياسات اللي اخدناها من المرأة اللي قدامنا كان الزيادات اللي احنا ضفناها لما كان نص محيط الارداف زائد الخمسة ونص الارداف زائد الاتنين ونص، الاتنين ادوني نفس القياس، فدي صدفة. مش معناها كده، مش معنى الكلام ده ان ده هيحصل في كل نوعيات الاجسام، لا، في نوعيات تانية وهنشوفها مع بعض ان شاء الله لما نكمل في حلقاتنا في باقي المكرر بتاعنا. تمام كده، احنا كملنا وقفلنا المستطيل بتاعنا، هنبدأ بقى نحدد منطقة الخلف لوحديها ومنطقة الأمام لوحديها. يبقى دي كانت الخطوط الأساسية الخاصة بالكورساج. هنبدأ نحدد الخلف. أول جزئية في الخلف بيقول لي احنا عايزين نعمل رقبة الخلف، فبيقول لي قيسي من 0 لـ9، من 0 لـ9 دي هتكون جهة اليمين. ايه القانون بتاعها؟ بيقول لي خمس محيط الرقبة ناقص 2 من 10، خمس محيط الرقبة ناقص 2 من 10. محيط الرقبة كان عندي في القياسات كام؟ كان 40.4، خمسه يبقى هقسم على الخمسة، يبقى الاربعين واربعة من عشرة على الخمسة، الناتج اللي يطلع من القسمة دي اطرح منه 2 من 10، هيديني 7 سنتي و9 ملي. طيب ده بالمقاس الطبيعي، بمقياس الرسم يبقى كام؟ 2 سنتي، بمقياس الرسم هيطلع 2 سنتي. نشوف مع بعض كده الخطوة تترسم ازاي. بصوا كده، ادي الصفر ومشيت يمين اهو، خمس محيط الرقبة ناقص 2 من 10، وحطيت نقطة 9. طيب وبعدين، فاكرين حضراتكم نقطة 1 اللي انا نزلتها كانت 1.5 وشديت منها خط صغير كده بدون قياس؟ هعمل من نقطة 9 حرف ر كده صغير لحد ما يلامس معايا خط 1 او الخط الممتد من نقطة 1 عشان يديني حردة الرقبة الخلفية. تمام كده، يبقى انا من 0 لـ9 كان خمس محيط الرقبة ناقص 2 من 10 وحطيت النقطة، وكان في بداية الحلقة بتاعتنا لما رسمنا أول خطوة كانت من 0 لـ1 كان نزلنا 1.5 سنتي، وقلنا ده ثابت عندي في كل القياسات، ومدينا منه خط صغير كده بدون قياس. عملت من نقطة 9 لحد امتداد خط 1 حرف ر صغير كده، وده اداني رسم رقبة الخلف. خلاص، دي كده أول معالم الجزء الخاص بالخلف تبان معايا. هنيجي بعد كده بيقول لي عايزين من نقطة 9 لنقطة 11. طيب ده بيقول لي ده هيبقى طول الكتف. طيب طول الكتف ده اللي هو ايه؟ بيقول لي القانون بتاعي طول الكتف زائد 1 سنتي. طب الواحد سنتي ده هنا ايه؟ ده هيبقى مقدار الراحة؟ لا، هو الطول بقى ما فيهوش مقدار راحة، امال بتاع ايه الواحد سنتي ده؟ قال لي ده بنس كتف الخلف. لو تفتكروا كده في الاول انا وريت لحضراتكم كده بنس صغيرة موجودة عندي في الخلف، قلنا حجمها صغير وطولها كمان صغير. حجمها صغير ده اللي هو الواحد سنتي اللي احنا ضفناه دلوقتي على طول الكتف. طيب وساعتها قلنا هتفيدني في ايه؟ قلنا هتفيدني في ارتفاع الخاص بمنطقة اللوح اللي موجودة في الظهر علشان تديني البروز الصغير اللي موجود في منطقة الظهر. يبقى انا من 9 لـ11 ده القانون بتاعي هيبقى طول الكتف زائد الواحد سنتي. احنا دايما متعودين ان اي زيادات بتكون لمقدار الراحة، لا، هنا في القانون بتاعي ده الواحد سنتي ده اللي هي الزيادة اللي انا هضيفها عشان خاطر اعمل بنسة الخلف، بنسة كتف الخلف. تمام كده، نشوف مع بعض. طول الكتف عندي في القياسات كان 13.1 ملي، 13.1 ملي زائد الواحد سنتي بتاع البنسة اداني 14 ملي. طيب بمقياس الرسم اداني 3.5. نشوف مع بعض ده بيترسم ازاي. بصوا كده حضراتكم، نقطة 10 كان ليها خط احنا مديناه، تمام كده، اللي احنا كنا جايبينها عن طريق عمق الإبط. طيب هنحط الصفر بتاع المسطرة بتاعي عند نقطة 9 وهميل عليه على امتداد خط 10 ده، بحيث ان هو يديني ال 14 وملي دول اللي هو طول الكتف. يبقى نقطة 11 لازم تلامس امتداد خط 10، وده بيكون ميل الكتف بتاعي اللي هو طول الكتف زائد الواحد سنتي اللي هو كان طلع ساعتها معايا كام؟ كان طلع 3.5 سنتي، ده بمقياس الرسم. تمام، يبقى الصفر بتاعي عند نقطة 9
وهميل بالمسطره بتاعتي على امتداد خط 10 بحيث ان هو يديني التلاتة ونص بتوعي اللي هو بتوع الكتف بعد زياده الواحد سنتي بتاع البنسه، لكن لو بالمقاس الطبيعي كان 14 وميل. خلاص كده متفقين؟ ده التكايه الصغيره او الطريقه اللي احنا بنرسم بيها ميل الكتف الخاص بالخلف. طيب نشوف الخطوه اللي بعديها، بيقول لي نقطه 12. ايه نقطة 12 دي؟ بيقول لي بتنصف المسافة من 9 ل 11. طب من 9 ل 11 دي احنا كنا لسه راسمينها اللي هو طول الكتف، بيقول لي بتنصفها، معنى انها تنصفها يعني هقسمها على الاثنين. كان كام بعد الإضافة؟ كان 14 ومل. لما اجي اقسمه على الاثنين عشان خاطر تنصف لي المسافة اداني تقريبا 7 سنتي و5 من 100، يعني نقول 7 سنتي. تمام؟ طيب بمقياس الرسم هيديني 1.8 من 10، يعني 1 سنتي و8 ملي اللي هي 8 شرط. نشوفهم كده، بصوا حضراتكم ادي 9 و11 اللي هو طول الكتف بتاعي او ميل الكتف بتاعي، نصفته في نقطة 12، حطيت نقطة في نص الخط ده بالظبط. تمام كده متفقين؟ طيب بعدين هتفيدني في ايه؟ بيقول لي من نقطة 12 دي اللي احنا لسه حاطينها هننزل عمود لأسفل، خط عمودي لأسفل. طب طوله كام؟ قال لي طوله 5 سنتي. طوله 5 سنتي. طيب معنى كده احنا متفقين ان البنسة بتاعت كتف الخلف، انا يعني بشوف كده الخطوة دي هتفيدني في ايه، انا بفكر معاكم بصوت عالي. النقطة اللي احنا خدناها دي احنا فاكرين ان بنسة كتف الخلف لما شفناها في الرسمة او في بدايتنا كانت موجودة في نص كتف الخلف. طيب يبقى معنى كده ان نقطة 12 دي اللي هرسم عندها البنسة بتاعت كتف الخلف. طيب وقلنا البنسة عرضها قد ايه، او احنا ضفنا على طول الكتف قد ايه، كان 1 سنتي. يبقى اذا عرض البنسة دي كام؟ 1 سنتي. يبقى نقطة 12 دي عشان ارسم البنسة هبقى عايزة يمينها 0.5 سنتي وشمالها 0.5 سنتي. طيب وطولها قد ايه؟ قال لي هتنزلي خط عمودي 5 سنتي. بيبقى معنى كده ان طول البنسة دي 5 سنتي. خلاص كده احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي. نقطة 12 دي هتفيدني في ايه؟ نقطة 12 دي كانت في نص ميل الكتف، تمام؟ هنزل منها خط عمودي لأسفل طوله 5 سنتي. هنشوف مع بعض كده اللي هو بمقياس الرسم هيبقى 1.25 سنتي، يعني 1.2 ملي او 1.3 ملي. هو بصوا كده من نقطة 12 نزلت منها خط عمودي لأسفل اللي هو 5 سنتي بالمقاس الطبيعي، 1.2 أو 1.3 ملي بمقياس الرسم بتاعنا اللي هو على الأربعة. طيب بيقول لي نقطة 13، نقطة 13 دي هتفيدني في إيه؟ بيقول لي هتحرك جهة اليسار، تتحرك جهة اليسار مقدار إيه؟ 1 سنتي. 1 سنتي يعني 2 ملي أو 3 ملي. تتحرك منين؟ بصوا كده معايا، أنا نزلت من نقطة 12 خط عمودي لأسفل، أهو خط عمودي لأسفل. طيب هحرك جهة اليسار، جهة اليسار قد ايه؟ قال لي 1 سنتي وتسميها لي نقطة 13. تاني هنعيد المرحلة دي تاني، انا نقطة 12 جبتها من تصنيف طول الكتف زائد ال1 سنتي اللي احنا اتفقنا عليه بتاع البنسة، تمام؟ نصفت ونزلت خط عمودي الاسفل، خط العمودي الاسفل ده بالمقاس الطبيعي كان طوله 5 سنتي، تمام؟ قال لي بعد كده عايزين نحط نقطة 13. طب هحطها فين؟ قال لي في نهاية الخط اللي احنا لسه نازلينه ده، اتحركي 1 سنتي ناحية الشمال. اتحركت معاه 1 سنتي ناحية الشمال وسميته رقم كام؟ سميته رقم 13. طيب واحنا كنا قايلين ان عرض البنسة كان معايا كام؟ 1 سنتي، هيبقى نصها يمين ونصها شمال. بصوا كده حضراتكم ادي نقطة 12 اللي موجودة عندي على الكتف، اتحركت 0.5 سنتي يمين واتحركت 0.5 سنتي شمال، اللي هي نصفت البنسة يمين وشمال يبقوا قد بعض. وبعد كده وصلتهم الاتنين بنقطة 13، اديتني بنسة صغيرة كده اللي هي شكل السبعة دي اللي هي هتديني البنسة الخاصة بكتف الخلف. خلاص كده متفقين؟ يبقى انا نصفت طول الكتف زائد ال1 سنتي، الاول جبت طول الكتف زائد 1 سنتي، نصفته في نقطة 12، نزلت منه خط عمودي الاسفل 5 سنتي، اترحلت ناحية اليسار من نهاية الخط، اترحلت ناحية اليسار 1 سنتي وسميتها نقطة 13. طيب ما ننساش ال1 سنتي معايا اللي احنا كنا ضايفينه على طول الكتف ده، احنا اتفقنا ان هو خاص بالبنسة، تمام؟ طب البنسة انا عايزة يمينها زي شمالها، عملت 0.5 سنتي يمين وعملت 0.5 سنتي شمال، والنصين دول وصلتهم
لنقطة 13 اللي هي في الاتجاه المايل بتاعي، اداني 7 صغننة كده، ادتني اللي هي بنسة الكتف بتاعتي الخاصة بكتف الخلف زي ما احنا شايفين مع بعض في الرسمة اللي موجودة قدامي. نيجي نشوف بعد كده نقطة جديدة او خطوة جديدة، بيقول لي من 2 ل 14، من 2 ل 14 القانون بتاعي بيقول لي ايه اللي احنا يهمنا ان احنا نحفظه؟ نص عرض الظهر زائد نص سنتي. عرض الظهر نركز مع بعض، انا شغال في الخلف يبقى لازم هحتاج عرض الظهر، محدش يتلخبط وياخد عرض الصدر. انا شغال في منطقة الخلف يبقى نص عرض الظهر، واتفقنا انا ليه خدت نصه؟ لان انا بشتغل على نص من الجسم فقط، يعني يا يميني يا شمالي، وطبيعي ان اليمين زي الشمال فهيطلعوا تلقائي مع بعض، خلاص يبقى انا باخد نص عرض الظهر فقط. انا شغال في الخلف يبقى بتعامل مع الظهر، تمام، ما تلخبطش زي ما اتفقنا بينه وبين الصدر. طب ليه خدت نصه؟ لان انا شغال على نص جسمي فقط، فالنص سواء اليمين او الشمال النصين متماثلين، فانا هاخد نص عرض الظهر وطبيعي هيطلع لي الجنب التاني او النص التاني شبهه بالظبط. طب انا هاخد النص بس بدون مقدار راحة؟ لأ، قال لي هنضيف عليه نص سنتي للراحة. هنشوف كده مع بعض، يبقى نص عرض الظهر زائد نص سنتي. عرض الظهر اصلا في القياسات اللي كنا واخدينها كان كام؟ قال لي 37.8. انا عايز نصه يبقى هقسمه على الاتنين، الناتج اللي يطلع ازود عليه النص سنتي بتاع الراحة، تمام. اداني كام؟ اداني 19.4. طب ده ليه علاقة بمقياس الرسم؟ قال لي لا، انا عوضت في القانون وطلعت الناتج اللي هو 19.4 ده، ده الناتج النهائي بمقياس الرسم بقى هيبقى كامل، لما هقسم على الاربعة هيديني 4.9. خلاص كده متفقين، يبقى نص عرض الظهر زائد النص سنتي، الناتج اللي يطلع هقسمه على مقياس الرسم اللي هو 4 هيديني 4.9. نشوف الكلام ده، قال لي من نقطة 2 لنقطة 14 اهو، ادي من نقطة 2 لنقطة 14، تمام، حطيتها وبعد كده طلعت منها خط عمودي، خط عمودي يلامس انهي خط؟ يلامس امتداد خط 10، خط عمودي يلامس امتداد خط 10، يعني عمل لي زاوية قايمة وسميتها رقم 15، نقطة التلامس دي سميتها رقم 15. يبقى تاني انا من نقطة 2 لنقطة 14 مشيت يمين اهو، مشيت قد ايه؟ قال لي نص عرض الظهر زائد النص سنتي بتاع مقدار الراحة، والناتج اللي طلع اخدته بمقياس الرسم ورسمته ادتني هنا نقطة 14. طب نقطة 14 دي طلعت منها خط عمودي لامس معايا امتداد خط 10 اهو، ادي نقطة 10 لما مديت منها خط لامس معايا، النقطة التلامس دي سميتها رقم 15، تمام. شايفين بقى كده قدام حضراتكم ابتدت الجزئية بتاعت الخلف تبان شوية اهو، ادي حردة الرقبة الخلفية وادي الكتف بتاع الخلف، عملت البنسة بتاعته اللي هي هتديني نسبة الارتفاع البسيط او البروز الخفيف في منطقة الخلف الخاصة بعظمة اللوع، وادي المنطقة اللي احنا مشيناها دي الجزئية الخاصة بعرض الظهر، وقفلت المربع بتاعي. نشوف الخطوة اللي بعديها، بيقول لي نقطة 16، نقطة 16 بتنصف المسافة من 14 ل 15 اللي هو الجزء اللي احنا لسه طالعينه خط عمودي. طيب المسافة دي احنا محتاجين نقيسها اللي هي من 14 ل 15، هقيسها منين؟ هقيسها من على الباترون، صح كده؟ هقيسها من على الباترون. لو انا شغال الباترون بتاعي بالمقاسات الطبيعية يبقى انا هاخده وهنصفه بس، يبقى انا هاخده وهنصفه بس، خلاص كده. طيب لو انا شغال بمقياس الرسم اللي هو في السكتش بتاعي، لو تاخدوا بالكم او تفتكروا احنا كل قياساتنا شغالينها بمقياس الرسم الطبيعي اللي هو على الاربعة، يبقى انا في الحالة دي لما هاخد المسافة وهنصفها هبقى محتاج تاني اقسمها على الاربعة؟ لا، ما هي طبيعي طلعالي بربع مقاس، صح كده. نركز مع بعض تاني، انا اي قانون بقول لحضرتك عوضهولي وبعد كده اعمله بمقياس الرسم على الاربعة، تمام. طيب انا المسافة اللي هي من 14 ل 15 اللي هي المسافة اللي طلعناها دي، قال لي دي انا عايز نصها، طب هجيبها منين؟ ما هي مش عندي بقانون، هجيبها منين؟ قال لي هتجيبها من الرسمة نفسها. طب الرسمة اللي انا رسمها في السكتش بمقياس رسم ولا بالمقاس الطبيعي؟ قال لي لا، حضرتك راسمها بمقياس الرسم.
يبقى انا وليكن لو قستها طلعت 10، هو بيقول لي نص فيها، يبقى هقسم على الاثنين هتديني 5. انا بدي مثال، يبقى 5. هقسمها تاني على مقياس الرسم؟ لا طبعا، لان انا الرسمه بتاعتي مرسومه بمقياس الرسم. خلاص كده متفقين؟ طيب نشوف مع بعض. ادي اهي انا بتعامل بقى هنا، بالنسبه لي انا اتعاملت على ان انا رسمت بالمقاس الطبيعي، فلما قستها من على الباترون اللي بالحجم الطبيعي عشان انفذ قطعه او اللي في المصنع بينفذها، طلعت معايا 19.2، عايزه انصفها تبقى 9.6 بمقياس الرسم 2.4. ده علشان انا برسم بالحجم الطبيعي. نشوفها كده في الرسمه، هو انا عايز النقطه دي، نقطه 16 دي. طيب انا طبيعي برسم بمقياس الرسم في السكتش بتاعي، اهو هقيس المسافه من 14 ل 15 دي كام؟ خلاص وليكن طلعت معايا 5 سنتي، عايزه احط نقطه 16 في نصها، يبقى كام؟ نص الخمسه كام؟ 2.5. يبقى انا حطيت نقطه 16 في نص المسافه على بعد 2.5 سنتي. خلاص كده متفقين؟ يبقى انا نصفت المسافه دي. مش عايزه حضراتكم بس تتلخبطوا فيها، في فرق لما باجي ارسم بمقياس الرسم او لما باجي ارسم بالمقاس الطبيعي. بالمقاس الطبيعي يبقى انا برسم وبعمل بعديها بمقياس الرسم، لكن لو انا استها من السكتش بتاعي هو طبيعي معمول بمقياس الرسم، فما بقسمهوش تاني بقى خلاص على مقياس الرسم. خلاص كده متفقين؟ حددت ساعتها نقطة 16، ودي كده اللي بتنصف لي الجزئية الخاصة بالخلف. طب نقطة 16 دي مبدئيا كده هتفيدني في ايه بعد كده؟ بتقول هتفيدني لما هاجي ارسم حردة الابط الخلفية، لما هنشوفها مع بعض ان شاء الله لما نيجي نكمل رسم الكورساج بتاعنا. هاجي في الاخر برسم حردة الابط الخلفية، فبيقول لي احنا عايزين حردة الابط الخلفية دي تلامس العمود ده في النقطة دي. تمام؟ عايزينها تلامس في النقطة دي. هتريح ليه؟ هتفيدني في ايه؟ بتريح بعد كده في المنتج عند الارتداء او لما اجي البسه. خلاص كده متفقين؟ يبقى النقطة دي بتساعدني لما اجي ارسم حردة الابط الخلفية، ولما تيجي تتنفذ على القماش وتتلبس ما تكونش بقى داخلة لجوه او طالعة لبره في الضايق في اللبس. لا، هو ده المكان المظبوط اللي بتخلي الجسم مرتاح وهو لابس المنتج بتاعه. نكمل. في عندي نقطة كمان بيقول لي نقطة 17 دي بتنصف المسافة من 2 ل 14. انتوا لو تفتكروا من 2 ل 14 دي اللي احنا كنا جايبينها نص عرض الظهر زائد النص سنتي، فهو بيقول لي احنا عايزين المسافة دي ننصفها. طب هي كانت كام اصلا لما طلعناها في القانون؟ قال لي كانت 19.4. تنصف يعني هقسمها على الاتنين، يبقى 19.4 على الاتنين ادتني 9.7 بمقياس الرسم اللي انا هقسم على الاربعة، اديتني 2.4. نشوف الكلام ده. ادي اهي نقطة من 2 ل 14 دي احنا كنا جايبينها قبل كده في قانون، كان قايل لي نص عرض الظهر زائد النص سنتي، فبيقول لي المسافة دي هنصفها وسميها لي نقطة 17. تمام؟ نزلت منها خط عمودي منقط، وخط عمودي منقط ده يعني خط وهمي مش اساسي معايا في الباترون، يعني ممكن احتاجه وممكن ما احتاجوش. يبقى احنا لما بنيجي بنعمل الخط المنقط ده بيكون خط وهمي ممكن استعمله وممكن لا، يعني مش اساسي معايا. فنزلت من نقطة 17 خط وهمي كده منقط لاسفل، لامس معايا نقطة 5، سوري، امتداد خط 5 في نقطة 18 وامتداد خط 7 في نقطة 19. خلاص كده يبقى احنا الجزئية دي قدرنا ان احنا نخلص مع بعض الجزئية الخاصة بمنطقة الخلف. عملنا ايه؟ كل اللي احنا عملناه نراجع كده مع بعض سريعا. حطينا نقطة صفر على الشمال، نزلت منها خط عمودي الاسفل بدون قياس وخط جهة اليمين بدون قياس، نزلت من نقطة صفر لأسفل 1.5 سنتي وسميتها رقم 1، ودي هتفيدني في رسم حردة الرقبة الخلفية. العمق بتاعها قد ايه؟ 1.5 ده ثابت معايا في جميع القياسات او ثابت معايا في جميع القياسات، وشديت منها خط بالعرض كده، خط صغير بدون مقاس. جه بعد كده قال لي حضرتك انسي نقطة الصفر دي وهنبتدي نقيس مع بعض كل قياساتنا اللي جاية من نقطة 1 اللي احنا لسه حاطينها حالا. قست من نقطة 1 لأسفل طول الظهر وشديت منه خط عرضي بدون قياس، قست منه برضو عمق الإبط زائد النص سنتي وشديت منه خط عرضي بدون قياس.
تمام كده متفقين. بعد كده قال لي من الجزئية الخاصة بطول الظهر دي هنقيس من عندها اللي هي كانت نقطة 5، هنقيس من نقطة 5 لأسفل الطول من الخصر للأرداف اللي هو من الوسط للأرداف اللي هو احنا بنسميه طول الجنب. نزلت منه المسافة بتاعتي حسب القياسات اللي موجودة قدامي وشديت منه خط بالعرض بدون قياس. تمام كده أنا الجزئية بتاعتي الخاصة بالأطوال اللي أنا وصلت لمنطقة الكورساج اللي هو من الرقبة لحد منطقة الأرداف، ده كده الطول بتاعي. طيب وعرض الباترون، عرض الباترون أجيبه منين؟ احنا اتفقنا إن أنا هعمل الرسم الباترون بتاعي على نص الجسم فقط، فراح قايل لي حضرتك احنا عايزين هنقيس المسافة بتاعت عرض الباترون بتاعي من نقطة 2 لنقطة 3 كان نص محيط الصدر زائد ال5 سنتي، ال5 سنتي دول بتوع ايه؟ بتوع الراحة، وساعتنا حددناهم وكل قياساتنا زي ما احنا متفقين من الأول بنعملها بمقياس رسم على الأربعة، تمام؟ يبقى احنا ساعتها جبنا نص محيط الصدر زائد ال5 سنتي بتوع الراحة، الناتج اللي طلع قسمناه على الأربعة، وزي ما عملت لمنطقة الصدر هعمل كمان لمنطقة الأرداف. قال لي ساعتها من نقطة 7 لنقطة 8 نص محيط الأرداف بس المرة دي زائد 2.5 سنتي للراحة، في منطقة الأرداف بزود 2.5 سنتي، أما في منطقة الصدر بزود 5 سنتي. وطبعا هي بالصدفة معانا جت في القياس الموجود إن العرضين ثابتين زي بعض، يعني عرض الصدر في منطقة الصدر مع الزيادة ساوى عرض الأرداف بدون بالزيادة بتاعته، مفيش أي زيادة ومفيش أي نقصان، على أساسه طلعت ونزلت وقفلت المستطيل بتاعي زي ما شفناه مع بعض. تمام كده؟ طيب هل كل الأجسام بتكون منطقة الصدر قد منطقة الأرداف؟ طبعًا لأ، إحنا قلنا ده مثال جه معانا بالصدفة، لكن بعد كده إن شاء الله لما هنيجي نشوف في مرحلة تانية اللي هي فروق الأرداف هتفرق معانا وهيبان إن في أحيانًا أرداف بتكون أقل من عرض الباترون وأرداف تانية بتكون أكبر من عرض الباترون. كده أنا عملت وثبت معايا طول وعرض الباترون. كل الرسم بتاعي هيكون في الجزء الداخلي للباترون. هنبدأ مع بعض، قلنا هنبدأ في جزئية الخلف فقط وهنبدأ في رسم الخطوات الخاصة بالخلف. ايه هي الخطوات الخاصة بالخلف؟ قال لي هننزل من نقطة 1 لأسفل لنقطة 10 اللي هي كانت خمس عمق الإبط وشدينا منها خط عرضي كده أفقي بدون قياس. تمام؟ هيفيدني في ايه الخط ده؟ هنعرف بعد كده ان هو هيساعدني في ميل الكتف بتاعي. طيب والرقبة؟ قال لي برضو هنقيس من نقطة 0 جهة اليمين، بقى هنقيس من 0 جهة اليمين اللي هي نقطة 9، قال لي ساعتها 5 محيط الرقبة ناقص 2.10، وبالقانون هنعوض بالقياسات اللي موجودة عندي وبمقياس الرسم هقسم على الأربعة. من نقطة 9 قلنا هننزل حرف ر كده صغنن هيديني حردة الرقبة الخلفية بيلامس معايا امتداد خط واحد، هيلامس معايا امتداد خط واحد عشان يعمل لي حردة الرقبة الخلفية. طيب بعد كده قال لي من نقطة 9 هي دي هنعمل ميل الكتف بتاعي، هنعمل ميل الكتف بتاعي. طيب القانون بتاعي بيقول لي ايه؟ قال لي طول الكتف زائد 1 سنتي. طب احنا متعودين ان اي زيادة على القياس بتكون للراحة، طب نفس الحكاية هنا هتبقى لطول الكتف؟ قال لي لا، الواحد سنتي اللي احنا هنضيفه على طول الكتف دي البنسة بتاعت بنسة كتف الخلف، الجزئية الخاصة اللي هتفيدني في ارتفاع منطقة الظهر اللي هي موجودة في منطقة اللوح من الخلف، العظمية دي بتبقى محتاجة سنة ارتفاع بسيطة، فعشان كده عملنا حجم البنسة أو عرض البنسة هيكون صغير اللي هو مقداره 1 سنتي. يبقى ميل الكتف من نقطة 9 لنقطة 11 هيميل معايا طول الكتف زائد 1 سنتي. طب هيميل لحد فين؟ قلنا هيميل لحد ما يلامس معايا امتداد خط 10، يبقى دي نهاية الكتف بتاعي. خلاص كده؟ طيب هنيجي بعد كده قلنا عايزين نعمل بنسة الكتف بتاعة الخلف ما ننساهاش، قلنا في نقطة 12 دي هتنصف لي ميل الكتف ده بعد الزيادة، نصفناها ونزلنا منها خط عمودي لأسفل كان طوله 5 سنتي لأن احنا عارفين ان طول البنسة هيكون صغير عشان الارتفاع اللي موجود عندي في الظهر موجود مرتفع غير منطقة الصدر اللي موجودة في الأمام، عشان كده طول البنسة هيكون صغير اللي هو 5 سنتي. طيب الخمسة سنتي ده هننزل عنده ونقف؟ قال لي لا، هنتحرك جهة اليسار مقدار 1 سنتي عشان يديني الميل شوية بتاع البنسة وهنسميها نقطة 13.
طيب عرض البنس احنا اتفقنا ان هو كان 1 سم، نقطة 12 هنعمل ال1 سم نصها يمين ونصها شمال، يعني نص سنتي يمين ونص سنتي شمال، وهنعمل الزاوية الخاصة او البنسة. واخدنا بعد كده من نقطة 2 مشينا جهة اليمين، عرض نص عرض الظهر زائد النص سنتي، وطلعنا منه خط عمودي لأعلى ونصفناه علشان حردة الإبط، وبرضو عرض الظهر نصفناه علشان خاطر أقدر أستفيد منه في رسم الجزئية في الأقساط اللي هتفيدني بعد كده إن شاء الله. بصوا حضراتكم، ده كان نهاية الشكل بتاعنا اللي احنا عملناه الخاص بالجزء الخلفي للبطرون بتاع منطقة الخلف. وبكده تكون للأسف انتهت حلقتنا النهاردة. أخدنا مع بعض القياسات اللي احنا محتاجينها لرسم الكورساج الحريمي، وعرفنا الكورساج لحد فين، وابتدينا مع بعض نرسم الخطوط الأساسية للبطرون نفسه، وأنجزنا مع بعض وأنهينا الجزء الخاص بالجزء الخلفي للبطرون أو كورساج البطرون الخاص بكورساج المرأة. إن شاء الله نكمل مع بعض في حلقتنا اللي جاية، هنستكمل ونكمل الجزء الخاص بالأمام الخاص بالبطرون. وأشوفكم على خير إن شاء الله، على وعد بلقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.